كرنفال الشيطان، كرنفال كل الآثام موجودة في هذا الحفل. وبقول لكم يا جماعة بعده والله ما بالغ، ثاني يوم شنو صار فيهم؟ ثاني يوم الشيطان لو حاضر الكرنفال هذا تلقوني بالمنصة حاط رجع رجل مستانس. طبعا كل سنة يسوون البرازيل كرنفال، أول كرنفال في تاريخ البرازيل يكون بالشكل القذر هذا، لأن خربوها صدق لدرجة إن حتى الدول المجاورة والأوروبيين انتقدوا ما فعلوه. شوف وين وصل الأمر. طبعا جابوا والعياذ بالله آلهة متفرغة الشكل على شكل ثور على شكل صقر ونشروها بالشوارع، وكلف الكرنفال مئات الملايين، بينما الشعب البرازيلي يئن من الجوع بالضواحي. حتى الكلاب عزكم الله يلبسونهم لباس ثمينة في الكرنفال، طبعا من غير النساء، من غير المخمورين، من غير الشذوذ اللي قاعد يصير بالكرنفال. لما انتهى الحفل انتشرت العالم في الشوارع، موجود التصوير حتى انا والله ما قدرت اكمله. بعد ما انتهى الحفل انتشرت العالم طبعا مخمورين بالشوارع، نساء ورجال وعصابات قاموا يعبثون بالاكل وقاموا يعبثون بالكذا والعياذ بالله. دمروا الدنيا لمدة اليوم واحد. اليوم الثاني تجمعت الغيوم وجتهم فيضانات ما مرت في تاريخ البرازيل منذ نشأتها، ودمرت الشوارع، دمرت البيوت، دمرت البشر. يشوفون المشهد هذا سبحان الله كنا بحر من فوق الجبل وانفتح عليهم كأنه غضب من الله عز وجل. تشردت الناس ومئات الضحايا، وخسرت الناس ضعف اللي دفعوه بالكرنفال. شوفوا المشاهد شلون يصيحون من الخوف. وأمس coming again!